فضيلة الشيخ، يقول السائل: امرأة تتعب في الحمل والولادة، تلد أولادها بعملية قيصرية، فهل لها أن تستعمل مانعا للحمل أكثر من سنتين كأربع أو خمس، أم لا يجوز؟ إذا قرر الأطباء أن الحمل يضر عليها في فترة من الفترات فلها أن تأخذ ما يمنع الحمل مؤقتا حتى يزول ذلك العارض، لها أن تأخذ ما يؤخر عنها الحمل حتى يزول العارض إذا قال الأطباء إنه يضرها في هذه الفترة، لا مانع من ذلك. نعم.